موجز الثالثة عصرا من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها على الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية، بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا والطريق الدائري الأوسطي الذي يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي الذي يربط محافظات الوجه القبلي بمحافظات الوجه البحرية، ثم محور أم قمر الذي يربط طريق الإسماعيلية الزراعي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورا بطريق جنيفة، وأيضا طريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة، وينتهي بالربط مع طريق المحاجر. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء. وخلال البرقية تقدم رئيس مجلس الشيوخ بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، مؤكدا أن هذه المناسبة تدل على تقدير مصر لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا ولا زالوا بأرواحهم فداء للوطن، موضحا أن هذه الذكرى الغالية ستظل دائما وأبدا فخرا لكل المصريين. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 363 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 85 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط قرابة 24 طن سلع غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، فقد تم ضبط أكثر من 34 طنا. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 18 طن سلع غذائية، كما تم ضبط 481 قضية من بينها 110 قضايا خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. ختام موجز الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء.